انهيار الفنانة علا غانم من البكاء، ايه الحكاية؟ تعالوا بنعرف الحكاية مع الصحفي حسن رضا. الفنانة علا غانم انهارت من البكاء في الأيام الماضية، وطبعا كانت الأكثر بحثا على السوشيال ميديا، والكل تعاطف معها بسبب انهيارها والهستيري اللي حصل لها. طبعا الفنانة طلعت مع الهلال الأحمر المصري وفضلت تدعم اخواننا الفلسطينيين ضد اخواننا التانيين طبعا. فقالت كلمات مؤثرة جدا، قالت ازاي ان الواحد يقدر يعيش حياته ويمارس حياته، واللي بيحصل في غزة طبعا حاجة صعبة جدا، والناس اللي تستشهد كل يوم بالالافات والاطفال اللي تستشهد والنساء، حاجة مؤثرة جدا جدا، وان هي مش عارفة تمارس حياتها الطبيعية بسبب طبعا الغزو اللي حصل لاخواننا في فلسطين خصوصا غزة. طبعا كلمات مؤثرة جدا، وقالت كمان وهي هناك في الهلال الاحمر، قالت ان شاء الله ان هي هتتبنى طفله من اللي اهلهم استشهدوا، ان شاء الله هتتبناها وترعاها وكل طلباتها مجابه ليها ان شاء الله، وهتتولى امرها بكل حاجه. طبعا دي حاجه لافته فنيه كويسه من الفنانه، لكن فضلت الفنانه علا غانم تبكي وتنهار من شده المناظر ومن شده الاحداث اللي بتحصل لاخواننا في غزه. هي وعدت ان شاء الله انها تتبنى طفله يكونوا اهلها شهداء، وطبعا حاجه جميله جدا من الفنانه انها تعمل حاجه زي كده. يا ريت بقى كلنا ندعمها بتعليق حلو ونوجهه لها، ونشكر الفنانه على طبعا الحس الجميل بتاعها دوت، والاسلوب بتاعها الجميل الراقي مع اخواننا الفلسطينيين في غزه. شكرا يا فنانة، وربنا يكتر من امثالك ان شاء الله. ده الفيديو بتاع النهاردة مع الفنانة علا غانم، يا ريت نشير الخبر ونكتب لها كلمتين حلوين ونشكرها على اللي هي عملته. شكرا يا فنانة، ونهم حاجة نعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد.